فرجيني أكتر. ليكي فرجيني أكتر أحسن ليك. أفضل ليك إني ما أزعل. بأذيكي. لبنان حملة إلكترونية أطلقتها منظمة فيميل لتحذير من ازدياد العنف الإلكتروني، لأن النساء والفتيات في لبنان والعالم العربي لهن الحق في الوصول إلى الإنترنت واستخدامه بحرية وأمان من دون تعرض للعنف الإلكتروني. الشاشة ما بتحمل، هذا الهاشتاج الأكثر تداولاً على مواقع التواصل الاجتماعي ويلي من خلاله عبر عدد كبير من المشاهير والناشطين عن تضامنهم. الفنانة اللبنانية إليسا غردت على هاشتاج الشاشة ما بتحمل. بنسبة 184% ارتفعت جرائم الابتزاز والتحرش في لبنان خلال مرحلة التعبئة العامة. أوفلاين أو أونلاين، حماية حقنا. قفلنا الباب الشاشة كمان، غيرنا فيما تتسلح جمعية فيميل بحملات التوعية لحماية الفتيات، تؤكد القوى الأمنية أنها قادرة على الإيقاع بالجناة إذا كانوا داخل الأراضي اللبنانية. يعني وقت اللي ابتزني ما بنكر أني شعرت بالخوف كتير. لهذا تنصح الجمعيات المتابعة بالإبلاغ الفوري عن أي حادثة يتعرضنا لها. إذا أن تسليط الضوء على وجود هذا النوع من العنف لكي يتم أيضا الوعي به أكثر على كل المستويات.